كما زار الرئيس السيسي مقر الجمعية الوطنية الفرنسية مجلس النواب، حيث التقى برئيس المجلس الذي أشار إلى أن بلاده تثمن الدور المصري لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أشار إلى أن المجلس بصدد التصويت اليوم على قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. من جانبه أشاد الرئيس بهذه الخطوة الإيجابية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل على أولويات السياسة الخارجية المصرية. كان الرئيس السيسي قد زار مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث كان في استقباله رئيس المجلس وعددا من الأعضاء، حيث تم عقد جلسة مباحثات تناولت مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مصر لتحقيق الاستقرار واستكمال خريطة المستقبل التي توافق عليها الشعب المصري. وأشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالخطوات التي اتخذتها مصر على صعيد الإصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدا دعم فرنسا الكامل.